احمد وشزر، عمر وانجي، ماجد ومازن. اللعبه اللي انتوا فيها دلوقتي دي اسمها الثلاجه. الثلاجه دي فيها قنبله، القنبله دي قدامها وقت وتنفجر لو ما لعبتوش اللعبه صح. عشان تخرجوا من الاوضه دي لازم تحلوا الثلاث مراحل اللي موجودين على الحيطه قدامكم عشان تقدروا تقطعوا السلك قبل القنبله ما تنفجر. ليفل 1 ستارت. ضع اسم الدوله التي تقع فيها المعالم السياحيه التاليه. عجبا لكم ايها البشر، عمرها ما حصلت. ليه؟ الاجابه صحيحه. طب الحمد لله، برافو عليك. الهند الهند الهند. كافي الكريستال. مش المالديفز اكيد ولا لا؟ الاردن. المكسيك اكيد ولا الاردن؟ مش عارف. الاجابه صحيحه. اسرع يا شباب لان الفرق الثانيه بتنجز الناحيه الثانيه. اسرع. متاكد؟ المرحله الثانيه المطلوب منكم بقى تتعرفوا على العملات اللي فيها الدول دي، فاللي يرفع الستار. ايوه اسرع. القنبله فاضل لها جزء وتنفجر. الدرهم تونس. اسرع اسرع. خلاص بدا يبتدي. خلاص برافو عليك. الاجابه غلط. ليفل 2 ستارت. عنصر الوقت مهم جدا بالنسبة لنا. فرنك ده اتلغى. لا لا لا، فرنسا لغت، لغت يورو. سمعتش الراند ده قبل كده. ممكن يبقى موجود بقى حاجة عمري ما سمعت عنها. ولا جنوب افريقيا. جرب كده. الإجابة غلط. لا 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 ما تريد. أوكي أسرع يا شباب. أسرع ماجد ومازن. أسرع الفرق التانية أسرع منكم بكتير. ده قفلوا ليفل 2. كل الإجابات غلط. لا مش كله. أوكي أسرع يا جماعة لأن القنبلة دورها بيزيد وده معناها انها اوشكت على الانفجار. واذا انفجرت انا مش هتفهم كده. اسرع. دينار تونس. للاسف وللسعد ان انتوا عندكم اجابه واحده غلط. دينار اماراتي. لا درهم. اسرع يا احمد انت مش كده. استنى. جنوب افريقيا هتلاقي راند. راند جنوب افريقيا؟ طب ماشي.
الإجابة إيه؟ أبعد بسرعة إيه؟ رجع ورا الشماية الإجابة صحيحة. أيوة بقى يا ريت تحاول مرة كمان وأسرع لأن القنبلة دي فات نص الوقت وقربت تنفجر. أسرع يا شباب. الله أسرع يا شباب. أسرع يا ماجد. أسرع يا مازن. الفريق الثاني والثالث قربوا يخلصوا يا ماجد انت ومازن. هاي لأول مرة تعملوا الإجابات غلط وأنا كده هزعل. أتمنى أنكم ما تكسبوش. هذه الإجابة صحيحة. تمام. المطلوب منكم تالت مرة تتعرفوا على اسم كل أكلة اشتهر بيها الدولة دي. جاهزين؟ يلا. ليفل 3 ستارت. القنبلة قربت تنفجر. انت خدت ايه معاك؟ مصر وسوريا. مقلوبة امارات. مقلوبة امارات. مقلوبة امارات. لا مقلوبة السعودية اصلا. مفيش سعودية هنا. الهريس. الهريس دي ممكن نجرب. بسرعة بسرعة. راضي عن نفسك؟ لا. يعني مش قوي الصراحة في دي. بس انت برافو عليك. ما تهزرش. الإجابة غلط. استنى دقيقة فكر شوي. ايوه السعودية والكويت يتعاونان. الإخوة العرب يتعاونان. لسه في ليفل 1. نافورة داوة. ايه. ايوه اربطوا ببعض. وقعوا بعض. الأردن دي؟ المنسف. الأردن المنسف؟ ايوه. طب والمقلوبة؟ العراق المقلوبة. طب والأردن؟ سوريا سوريا يا عمر. أسرع. طب ايوه حط الاردن. ولا اقول لكم على اقل من البيت خلاص. عندكم اربع غلطات. الهريس ممكن او منسف دي ممكن تبقى الاردن. طب حط الهريس كده. سوريا. اجابتك غلط. ربنا يخليك والله. ايوه ما تنساش الزرار الأحمر. أيوه أنا كده زعلت تاني. الإجابة صح. قدامكم 30 ثانية عشان القنبلة اللي قدامك دي فيها سلك. شايفه؟ آه ده الكبير ده؟ أيوه. في الأوضة دي في زي مفتاح او كماشه او زراديه. هاتي 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 هاتي. بصي سيبي سيبي ثبتيهم جامد. اربعه ثلاثه اثنين. انا اول واحده دي بتعبت. انا مش عارف ايه اللي بيحصل في الفول. هو المنسف دي ايه طيب؟ يعني قولي المنسف دي ايه؟ الاكله نفسها. مش انتوا دخلتوا بيتي اقتحمتوه عشان تكسبوا؟ لا 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 لا
والهريس احنا حطيناه وريني معاك ايه معاك ايه معاك ايه سوري احنا حطيناه سوري قبل كده حطيناه الاردن. انا سعيد ان انت بتبعد عن النجاح. كان عندك غلطه واحده دلوقتي بقوا ثلاث غلطات. واسرع يا جماعه عايز اقول لكم ان القنبله دي فاضلناها ثلاث دقايق وتنفجر. وانتوا لسه في اول مرحله. انا ما اقدرش اقول لكم هيحصل فيكم ايه. لا ان شاء الله مش هتنفجر ان شاء الله. ايه الاجابه؟ صح. ايوه بقى شايف السلك اللي شوفه. فوق القنبله فوق ده. اوعى تلمسه. انا مهندس. في بقى مش مهندس زي مفتاح او كماشه شوف الاوضه. شفتها. بسم الله الرحمن الرحيم. 10 9 8 7 5 4 3 2 1 قنبلة على وشك الانفجار. بسطت قوي والله. مختلف حاجة مختلفة.